أعطني بعض اللهب وراقبني عن كثب، هيا بنا نهرب من الواقع ونذهب في حلم رائع. مصباح بطعم المثلجات وقدم بطعم الحلوى، لوح تقطيع الخضار، كتاب عن فوائد السمك، انطفأ اللهب وخبت معه الأحلام، عدنا للواقع وشفينا غليلنا بمن فضل عالم الحقيقة على عالم الأحلام. تابعونا. أطعام لذيذ جدا يا أختي. صحيح. ماذا حدث؟ عم الظلام فجأة. انقطعت الكهرباء، سأذهب لأحضر شمعة. ابقي مكانك ولا تتحركي، أنا قادم. أنا متأكد أن الشموع هنا. يا إلهي، ما هذا الشيء الذي لسع يدي؟ ما الأمر يا كنا؟ لماذا تصرخ هكذا؟ أجبني يا أخي. هيا، هناك شيء ما لسع يدي بينما كنت أبحث عن شمعة في الدرج. أشعري ضوءا لأرى ما هو. هيا بسرعة. انظري إلى هذا يا جنان. إنها شمعة جميلة يا كنان. لماذا لسعت أخي أيتها الشمعة؟ لأنني شعرت بشيء يمسك بي فجأة فخفت كثيرا، لذا لسعته بلطف. أي لطف؟ انظري إلى ما فعلته بإصبعي. أنت تبالغ قليلا يا أخي، كيف لشمعة لطيفة أن تؤلمك؟ صدقت الشمعة ولم تصدقيني؟ جربي لسعتها وستعرفين كم هي مؤلمة. أنا آسفة جدا، لكن سأعوض لك، سأريك شيئا غريبا، ما رأيك؟ لقد كنت أخدعكما لتخافا علي، إصبعي لا تؤلمني لهذا الحد. نجحت في ذلك لأنني خفت عليك كثيرا يا أخي. ولكنني أريد أن أرى الشيء الذي قلت عنه. هذا يعني أنك سامحتني الآن. أحتاج للهب. سأستخدم هذه إذن. حسنا، بدءا من الآن انظرا إلي جيدا. Ra!
سمكة. أكل منها ولا تنتهي. السمك طعام مفيد. أخبرني يا باهر، لماذا تضع هذه النظارة الشمسية؟ واضحة، لأنني سأزور جنان وكنان وأرغب بأن أكون بكامل أناقتي. أي أناقة؟ يبدو شكلك كالأبله وأنت ترتديها. أنت الأبله، وما أدراك بالأناقة أنت، ها؟ حقا غبي. أحب أن أزور أصدقائي في الصباح. ترى ما الذي يفعلانه الآن؟ ألديك فكرة يا زاهر؟ ربما يتدربان على القتال. القتال؟ ولماذا يتدربان على القتال؟ السبب واضح جدا، كي يلقناك درسا بحال أزعجتهما من جديد. أيها المزعج، كانت مجرد مزحة يا باهر، صدقني. قلت لك ألف مرة ألا تمزح معي في هذه الأمور. يمازحون بعضهم وهذا أمر عادي. لا تضربني. توقف مكانك، قلت لك توقف. لا تضربني قلت لك. سألقنك درسا قاسيا. توقف يا زاهر. توقف وانتظر لحظة يا باهر. ماذا لو رأك جنان وكنان تضرب صديقك؟ ماذا سيقولون؟ لا أحد سيضرب أحد. أحسنت يا صديقي، فيجب أن تكون صورتك أمامهما حسنة. محق، إذا لم أتعامل بلباقة مع الآخرين سأخسر أصدقائي. سمعت صوت جنان. ماذا يحدث في الداخل؟ ولماذا تضحك هكذا؟ الكتاب مسلٍ. كما أنا مستمتع بقراءته. إنه رائع. ترى ما الذي يحدث؟ أمر غريب، يشعلان شمعة في وضح النهار وهما أيضا يضحكان من غير سبب. ربما فقدا عقلهما. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعرف يا باهر. هذا بسببي، أنا لم أزرهما منذ مدة، لذا حزنا وفقدا صوابهما. يبدو أنك أنت من فقد صوابه. يجب علينا إنقاذهما. ما الذي ستفعله يا باهر؟ أتيت لإنقاذكما. من أنت؟ ما هذا؟ إنها شمعة غريبة. يا للروعة، هناك الكثير من الحلوى. عن أي حلوى تتحدث؟ أنا لا أرى أي حلوى. أين الحلوى يا زاهر؟ أين؟ تبدو هذه الحلوى شهية. ما لذة طعمها؟ تعال وجربها يا باهر. لا أقاوم، تعال تعال وجربها. تعال يا باهر، تعال. أجننت، هذه قدم جنان وليست حلوى. لذيذة. هل أنت بخير يا جنان؟ ما بك يا زهر؟ ما زلت أريد حلوى. لا توقظهم من حلمهم، انظر إليهم، ألا ترى كم هم سعداء؟ وأنت ترى من تكونين؟ تبدين كالشمعة، ولكن كيف للشمعة أن يتكلم؟ أستطيع أن أمنح السعادة للجميع. أتظنين أن
هذه سعادة، إنهم مجانين. الحلوى هل رأيت؟ إنهم سعيدون جدا، وبإمكاني أن أجعلك سعيدا أيضا. ماذا تفعل؟ لذيذة. خذ هذا وهذا، هيا استجدف، هذا وهم، هيا. أنت الوحيد الغاضب هنا، الجميع سعداء. المثلجات أحبها كثيرا. أمر ممتع جدا. هذا كله ليس حقيقي، إنه وهم. يجب أن تنقذيهم من هذا أيتها الشمعة. هيا أيتها الشمعة، هيا بسرعة. أنا سعيدة. عدت لهذا من جديد. لن تقف في هذه المهزلة. جنون. هل أنت بخير؟ قلقت عليك كثيرا. أنت بخير يا جنان. لماذا أحمل بيدي لوحة تقطيع الخضار؟ جنان، ماذا تفعل هنا يا باهر؟ ولماذا تحملني؟ كيف تجرؤ على اقتحام منزلنا بهذه الطريقة؟ أنا لم أقتحم منزلكما. أنا لم أقتحم المنزل. متى دخلنا إلى هنا يا باهر؟ أنا لا أستطيع تذكر شيء. أنت دب سيء حقا، ألا تخجل من نفسك؟ أشعر أن حلما غريبا راودني، لكنني لا أتذكر شيئا. Thank you.